خلي افضفض لكم، خلوني افضفض لكم. خمس دقائق وجه لك شا اللي انا مره متحمس لها طبعا. يعني انا ارك انا المنجلي تروح شخصيه خلاص. خلونا نجرب حلوه بعد ما راحت. لكن في حاجه واحده يعني ساد فيتي 62 نو ويبن، ما عندي اي ريسورسز ايا يكن الا في حاله انا لفلها لا يعني ليفل 80 وتحلل لو ويلت، وبعد ما تحلل لو ويلت يعطينا سحبه ونسوي السحبه من الشوب، وبعدها يطيح اللي تكون حقها بتكون هذا افضل سيناريو يعيشه بستار ريل. لو هذا يصير انا بوزع جائزه $100. انا اي دونت كير، انا اي دونت كير المره الامارات، انا انسان ما عندي يمين يسار، يصير باذن الله تعالى ما عندنا عمري سولفي على اخر وقتك سولفي يا قلبي انت. اخ ليتني اقدر اجيب اللايت تكون حقك. لماذا اللايت تكون حقه ما يمدي نجيبه سبا وسحقا. وهذه السحبه هذه ما راح تجيب ويلت، هذه بتجيب فوستا وهذه ويلت. ليتس جو ليتس جو ليتس جو. تأملي 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 يا فاي فلاي تأملي. هذا السحب ما راح يجيب شيء. قلنا المفتاح اللي هو الجالب للخير هذا الفور ستار مثل ما قلت لكم بالضبط، وهذا السحب جات والآن ويل. لكن السحب جات المرة اللي ورت، السحب جات المرة اللي ورت. ليتس جو وسحقاً. لا بغي دقيقتين. دي جي دي جي المرة المرة ما يمدي على سلاحة وان منه. عندنا 126 فقط. اليوميات سويتها أنا، اليوميات سويتها. تمان تمان قاعد اطالع واتعسر. البتي قريب. لا الدمج يزيد 54% تجاهل دفاع. لا ما علينا، خلونا نروح الان ونفتح على الجميله والحلوه يا عمري فر يا لبي. خلونا نروح الان على اللي تكون البديل اللي بحطها، بحطها انا بابتزم تبع دكتور ريشيو لان هذا الشيء مقارب للي تكون تبعها، يزيد الكريت دمج، واذا عليهم دي بوفس كمان بيزيد الكريت دمج اكثر واكثر لمده 24% اذا كان عليهم ثلاثه دي بوفات. ويا المرة الإمارات لما نستخدم الألتيميت الآن بيجينا تأثير زيادة الدمج 36% واللي هو مقارب من التأثير تبع اللاتكون حقها، لأن اللاتكون حقها لما نستخدم الألتيميت بيزيد الدمج عندها أو بالأحرى بيتجاهل دفاع الأعداء 54% من دفاع الأعداء، لكن هنا بيزيد الدمج 36% وكمان الفولو أب أتاك دمج بيتجاهل دفاع الأعداء لمدة 24%. و 24% تقولون انتوا الان الفولو اب اتاك طيب وما هو الدمج الاساسي، هو صحيح انه دمج عندها بس لكن الاوتوميت اقوى صحيح، لكن المره الامارات بالنسبه للتريسز تبعينها عندها اول تريسز اللي هي مره مهمه اللي هي فورم شيفت اللي يقول لك لما تستخدم الالتيميت الان جميع الضربات كلها تعتبر فولو اب اتاك، وكل دمج كمان زايد 36% اكثر واكثر، بمعنى ان تاثير 24% حق اتجاه دفاع الاعداء كمان شغال خلال فتره الالتيميت لان الالتيميت تعتبر فولو اب اتاك. فعشان كذا هذه اول واحده نفتحها على طول. على العموم التريسز مطولين فعشان كذا خلونا نخلصها ببعض. كذا احنا جاهزين يا المرة الامارات وكمان عشان الالتيميت مره فخم وانا متحمس له وانا متحمس لها. اديني 10 يا ساتر يا ساتر، هذا الشيء اللي تحمست صراحه. اشوف افكر فيها لعيون المحتوى يا المرة الامارات. يلا ادينا ليتس جو. بسم الله. الان الخطوه الاهم اتوقع ان انا عندي
اوريدي بعض القطع جاهزة من يونلي. صراحة عندنا قطعة اسطورية يعني من يونلي، فأنا بشيل الأشياء من يونلي عشان هذه التجربة. ودي إن أنا صدق العاد لعيون محتوى قطع جديدة، ليش لا؟ بس سؤال، عندنا كريت ريت كريت دامج، عندنا هذا، عندنا كريت ريت كريت دامج، هل يمدينا نعيد السيناريو هنا؟ توقعون المباراة اللي مرات؟ توقعون؟ نشوف. ما ندري لعيون المستوى، والله مستوى الحظ إن شاء الله مستوى حلو يقدم لنا كريت دامج. عيون المحتوى الزبدة، شفتوا هذه الاتش بي بيرسنت، شفتوا هذه الافكت ريزيستنس، شفتوا هذه الديفنس، ولا واحده بسوي لها رول، كلهم كريت دامج. وهذه اول واحده، لا مو هذه قصدي، انا قصدي هذه كله. ندور لنا قطعه ثانيه. اهلين، هلا والله، يا مرحبا. اتاك بيرسنت، اتوقع هنا بنعاد السيناريو اللي ورا الافراد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. اللي بعده بريك افكت، يعني هي تسوي بريك يعني شويتين، يعني في منطق، في منطق الموضوع. ولو ننزل هنا على او ماي جاد، لو ننزل هنا عندنا هذه نضحي فيها، واللعبه بتشوف الان ان احنا قاعدين نضحي بقطع فيها كريت كريت دامج. يقول ايش في ذا مجنون ذا؟ ايه انا مجنون لان العيون المحتوى اللي يحطوا لي لايكات، هذا لقينا كريت دامج كريت ريت احتياطا، لان ممكن هي تحتاج كريت دامج وليس كريت ريت على حسب الوضع حق القطع الثانيه. فخلونا الان نشوف ونجرب حظنا. بسم الله تك برسنت يا رب. ولا واحده من ذول، كلهم بتفداهم، كلهم بتفداهم، صدقوني. وها وقول اوكي للمقال، باذن الواحد احد، باذن الواحد احد، كلهم ريتات. انظروا، احس جتني ضيقه، والله جتني ضيقه، والله جتني ضيقه، والله 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 انها ضيقه، والله انها ضيقه. يلا مرة الامارات، بالله عليكم الوضع ما يحزن، وربي يحزن، وربي يحزن لك العوض، العواض. يا لورا الامارات، انا انسان ما استسلم، انا كيلن. مين قال لك ما استسلم؟ مين قال لك ما استسلم؟ العواض، العواض. بسم الله الرحمن الرحيم. تكفى قل لنا عندي قطع سبيد ثانيه، هذه كريت ريت فقط، ما في كريت دامج. واه برا، ما صدق الترول اللي احنا عايشين فيها. نشوف البلانر اورنمنت عندنا، وين دمج بونس، وين دمج بونس، هنا وهنا، وين دمج بونس، وين دم، يعني عندي كل العناصر الا وين دمج بونس يعني. طيب اتاك بيرسنت فيها كريت ريت كريت دمج، لا ما في. لعيون المحتوى من زمان، الامارات مسوي له محتوى، لعيون المحتوى مش هنا طبعا، هنا لعيون المحتوى. ادينا وات ذا هيل، اوكي هنا، اوكي ادينا واحد دورا بلانا اورنمنت، نسوي واحد كذا فيها وين دمج بونس. لكن ما فيها كانت تكون حلوه، والله كانت تكون حلوه، كانت تكون حلوه. ممكن وين دمج بونس، ما اصدق الحظ، كرشنا الحظ، جاء الوقت ان احنا ندعس على الحظ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، واللي فيها احلى كريت دامج. ليتس جو، ولا اهتم لعيون المحتوى، عشان تحطوا لايك ويعني واشتراك، وحطوا لي تعليقات اللي اتمنى احد يحط لي، بس يلا على الاقل كريت دامج، على الاقل كريت دامج اكويب، لان باذن الله تعالى ما بتتغير هذه القطعه، لان الرول الاولي كريت دامج، الرول الاولي كريت دامج. الحمد لله يا رب، كريت دامج، ليتس جو. تخيلوا الاخيره، انا راضي الان، انا راضي، بس تخيلوا الاخيره، تخيلوا الاخيره، تخيلوا الاخيره.
طيب عندنا اتاك برست هنا مره اسطوريه عند يونلي، لكن خلونا نشوف اذا يمدينا نسوي واحده جديده. ما عندي اتاك برست، انا بوفر وباخذ لنا حق يونلي وبنمشي عليها. وبالنسبه للسبيد هنا مضطر استخدمها، عندنا كريت ريت كريت دامج هنا، ودي اخذ حق يونلي لانها افضل لها صراحه، بس هنا في بريك اصلا هنا احسن احسن هنا. طيب هنا عندنا هان، هذه القطعة تقريبا هي احلى قطعة بينهم، ما عندنا كريت دامج، لكن نشوف هنا شو يصير لنا مع كريت دامج. يكفيك، بحاول معاها لليفل 9. اوكي ليتس جو ليتس جو، رول ثاني وتتم عندنا ليتس جو، الحمد لله. كذا 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 اللي نبيه، كذا عطى سبيد ليش لا، وعطى كريت دامج اخيرا ليش لا. اوكي تخيلوا يجي كريت ريت، يعني تطلع وكمان بونس لك، يعني مسختها انت. اوه ماي جاد، قطع ميت على طول. اوه هنا فرصه ثانيه يطلع لك دمج على طول على طول على طول، يطلع لك دمج الان ولا رول ريت. قطعه كمان فيها احتماليه كريت دمج مع كريت ريت يطلع لنا، ما تدرون بإذن الله تعالى نحن متأملون. What the hell؟ قطعة كمان فيها احتمالية، ما عليه الصبر في خير، وكل شيء رب العالمين يكتبه في خيره. بسم الله بسم الله يا رب يا رب. ريت كلهم يدوجون الكريتش، السالفة قطعة كمان قطعة كمان، بدأ الموضوع ينرفز، لأن الآن الثالث قطعة يروح من نفس الكلام نفس الكلام. بالله عليكم اعطوني رولات كريت على الأقل. ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو، طلعت لنا القطعة اللي فيها. الصبر الصبر مفتاح الفرج، مفتاح الفرج. ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو، الحمد لله الحمد لله. عاد احب اللي في الريزستنس انا، مش مشكله انا احب 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 احب. اتوقع عندنا قطع كامله، ما عدا هنا تك برسنت زرفناها من يونلي، لكن مش مشكله، اتوقع ان امورنا تمام. خلونا نشوف. اوفا ريت 70 وكريت دامج 142، وهي تزيد الكريت دامج حقها كذا ولا كذا، وبنفس الوقت بيزيد الكريت دامج بسبب القطعه تبع ديوران. لما نسوي فولو اب اتاك بيزيد الكريت دامج ودمج الفولو اب اتاك، فعشان كذا نحن امورنا تمام. يا لبرا لبرات، جاء الوقت الان لتجربه الحلوه اللي تاخرت عليكم فيها. اخيرا اخيرا ان شاء الله يجي لا تكون حقها يوم من الايام مره ثانيه. راحه نفسيه راحه نفسيه، صوتها راحه نفسيه يجيب السعاده. وسامي بسم الله الرحمن الرحيم هنا. ليتس جو التجربه الاولى. اوكي عندنا اربع استكات. لا 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 ايش اوتو ايش اوتو، معليش معليش معليش. حلوين شوي قوي، شوف شوف الوقف يا لبي، ابي استمتع ابي استمتع. ما نبي نستمتع بالانيميشن. واو فولو اب اتاك يا عمري. عندنا ست استكات حق الالتمت الان، لكن مو الان بستخدمها، نجمع استكات زياده لان ليش لا. تابعينا فولو اب اتاك يا عمري، سبع استكات نبدا نوصل ل 12 طبعا للناس اللي بدري. خليه يجي دور توبازي بس. اوكي توبازي ننقله هنا ننقله هنا، والان احلى ادفانس فورورد للكل، ونطور نمبي عشان يزيد الدمج عندنا. نبطئ كمان عشان اشوف يعني يا لبي فولو اب اتاك يا عمري، اديله يا نمبي يا عمري، شوف الفولو اب اتاك. حلو طيب طيب، ودي عندي 10 استكات بس، لكن ابي احاول افكهم على شو اسمه، احاول افكهم على كافكا. تتوقعون يمدي؟ لا والله ما بنيت ما بنيت، تو بوسز تو بوسز هنا عندنا ما بنيت. لكن عندنا هنا هجمه فولو اب اتاك
بستخدم الالتيميت ودي عليه عشان ينتقل حق توبازي هنا اليمين، اتوقع ان ينتقل اليمين على البوس على اليمين عشان اذا صار كذا ما مات ما مات تبا. طيب حلوين حلوين حلوين، مش مشكله مش مشكله، عندنا فول استكات الان 12 واتوقع ما يمديني اعدي 12 اتوقع يعني. ف ودي استخدم الالت عشان افك على هذا، بس دمج الفول اتاك بيكون قليل لان النقطه الضعف تبع توباز اي 1 للناس اللي ما تدري، لما تدري انا عندي اي 1 توباز يزيد الدمج عندنا اكثر، بمعنى ان انا هنا بستخدم سكيل مع اللي بضيع شويتين استكات. اوكي مات، يا رب ينتقل للي على اليمين. ايش ما جات تصدقون يا عمري الفولو اب اتاكس، راحت علينا استاكين الان لكن عوافي. او نايس 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 نايس، زبطنا زبطنا الان احلى هجمه، وقبل ما تنتهي حقت روبن احلى اولت. يا لبي يا لبي اللحظه المنتظره، واو تكلكم شبعت منها، لكن انا ما شبعت منها ما شبعت منها لسه. اوكي سينجل تارجت هذه عشان لنا عشان نحاول نسوي له بريك. 48000 اول ضربه، 60000 100000 اوه يا عمري يا ساتر، 218 270 اوه 360 بدون اللايت جول حقها يا ساتر يا عمري. اخ الشخصيه المتعه ذي، شوف 100000 سكيل ولو اتاك 100000 بعدها لحد على 70000 الو، ولك شو هيدا ولك شو هيدا متعه، وعندنا الالتيميت جاهزه وزيد الكريت دمج من ابي 20 لان هذا افضل تيم لها، واحلى التيميت بنشقها الان على طول في بريك. بوم بوم البريك بيجي بوم، والان اوه 300000 435000 يا لبي، ايش المتعة؟ معليش اعذروني اعذروني، انا مبسوط، انا انسان سعيد انا انسان سعيد يا عمري. مع السلامة 1% عوافي عوافي، جي 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 ليتس جو. وربي وربي لورا الامارات، ما توقعتها ممتعة زي كذا، ما توقعت ممتعة زي كذا. على العموم لا تنسوا اللايك والاشتراك، تقولوا رايكم بالتعليقات، يعطيكم العافية لورا الامارات، احبكم كثير واشوفكم ان شاء الله بالمرات.